لحتى نحصل على سمنة جوتا عالية نحتاج نستخدم زبدة جوتا عالية. نستخدم أنا الأيرش بوتر. شغل النار على نار متوسطة. خلاص رح نطفي وهيك بيكون قوامها بعد ما تتماسك. فيديو اليوم شلون نحصل على السمنة الحيوانية من الزبدة الحيوانية. لكل الناس اللي ما لم توفر عندهم السمنة فيهم بسهولة يجيبوا السمنة الزبدة الحيوانية يدوبوها ونحصل على السمنة منها. نحصل على سمن صافي تماما. وهي السوائل بتطلع من الباقي. انا استخدمت هون كيلو وربع زبدة. حصلت على ربع كيلو من السوائل وكيلو سمن صافي. يلا تابعوا الفيديو تشوفوا كيف. طريقة سهلة كتير، ما بنحتاج نضيف عليها اي شيء، لا حبات قمح ولا برغل ولا سميد ولا اي شيء. مجرد انه ندوب السمنة شوي على نار هادية، بعدها بتفصل السوائل شوي شوي عن السمنة وبنصفيها. وعنا هي السوائل اللي بتطلع فينا نستخدمها لحلويات العيد، كعك العيد. انا بعمل فيها كعك العيد كبديل لمية الجبنة، وكتير بتطلع طعمة النكهة طيبة كتير. لحتى نحصل على سمنة جوتا عالية نحتاج نستخدم زبدة جوتا عالية. نستخدم انا الايرش بوتا. الايرش بوتا كتير جوتا عالية، هي زبدة حيوانية. مستخدمة هون أنا كل باكيت 250 جرام، فأنا مستخدمة 5 باكيتات يعني كيلو وربع. هاي الكيلو وربع زبدة تقريبا بطلعوا كيلو سمنة صافي. الزبدة لازم تكون درجة حرارة الغرفة، يعني ما تكون كتير باردة متماسكة. رح نضيفها هلا في طنجرة. شغل النار على نار متوسطة. حنضيف الزبدة. ما بدنا نرفع الحرارة لأنه إحنا ما بدنا أبدا الزبدة تغير لونها، ولا نخليها هيك على متوسطة على مهلة تدوب. بدنا بس نفصل السوائل عن الزبدة الموجودة بالزبدة حتى نحصل على سمن صافي. في بعض وصفات تستخدم قمح أو ممكن برغل خشن أو سميد خشن حتى يغب السوائل الموجودة بالزبدة ويطلع بس السمنة. أنا ما بستخدمها، بنحتاج ليلة واحدة رح تغسل السوائل عن السمنة. بس اللي بيحب ممكن يستخدم لها الكمية، ممكن حوالي ربع كوب قمح أو ربع كوب برغل أو سميد خشن. السوائل اللي بتطلع أنا بستخدمها بعمل فيها الكعك، كتير بتطلع طيبة بتعطي نكهة مية الجبنة. هلا هي كلها دابت، هلا بلشت شوي شوي بلشت السوائل رح تفصل عن السمنة. هاي الرغوة هاي اللي هي عبارة عن السوائل اللي بقلب الزبدة فينا نشيلها، أو فينا هلا مع التحليق رح لوحدها تجمع وتفصل عن السمنة. حنوطي خلي على نار هادية، ما بدنا نحني الزبدة اللي تحترق. هلا هالمرحلة بنضل عم نحرك لحتى نقدر حتى نسرع بانه السوائل تفصل عن السمنة. نضيف
شايفين كيف هيك؟ هلا السوائل بلشت تتجمع شوي على بعضها مثل كأنه عم تفرط، رح تفصل عن السمنة. بمعنى السوائل عم تفصل، هنضل نحرك لبين ما نحصل على سمنة صافي من لونها صافي. ممكن أعلي شوي لأنه عندي نار كتير كتير هادية. لا خلص، بس نوصل لهالمرحلة السوائل كلها فرطت، كلها جمعت على بعضها، فصلت عن السمنة، معناتها خلص رح نطفي. نتركها تهدى شوي، صبي إلى تحت السوائل، حاول أشيلها دوما. نتركها تهدى بعدها نحاول نصفيها. وهيك حصلنا على السمنة، وهي السوائل الزيادة كمان. هاي هيك طلع عنا كيلو سمنة، هاي كوب لربع كيلو سوائل طلعت. هاي أهم شي عندي رح استخدمها صيفية بتاعت العيد، رح أضيف لها بس شوية محلب، كتير بديل حلو عن مية الجبنة، رح تعطينا نفس النكهة. رح نتركها هلا تبرد درجة حرارة الغرفة تتماسك، وبرجع بفرجيكم إياها كمان كيف وقت تتماسك. وهيك بيكون قوامها بعد ما تتماسك. وهاي السوائل اللي طلعت منها حصاي فيها كعك. هاي هون عندي سمنة حيوانية، سمنة البقرة الحلوة، هاي السمنة أكيد فينا نعمل فيها غريبة، أي حلويات تحتاج سمنة فينا نستخدمها. صارت سمنة صافي، هاي السوائل كلها طلعت منها من الزبدة.